وده بيقودنا للسؤال اللي بيجي، طب ازاي، كيف الخطوات اللي ممكن نعملها في موضوع الغفران؟ أول خطوة عايزين نتعلمها خصوصا في بلادنا المشرق، يعني الإقرار بأن أنا اتجرحت، أعترف يعني أعترف قدام نفسي، ما أعملش دينايل. أنا ساعات يعني بنقولها كده في المعهد المشهورة بالفن، أنا مش متضايق، الحقيقة أنا هطأ بس أنا مليان بيه. إنكار، أنا مش عايز أقول، أشاور أن في وجع وأعترف، أبقى متضع القلب، أيوة الموضوع ده جرحني، هو جرحني جامد، بالذات لو شخص مهم عندي صعب أعترف. يعني لو كان ده أبويا وأنا بأجله وبحترمه وعايز أحس أنا عندي وفاء وتقدير ليه، فمش قادر أقول أنا زعلت منه. فلكن لازم أفصل بين دي ودي، أن أنا متضايق من حاجة لا يلغي الوفاء والتقدير والحب لهذا الشخص، فده برضه بيخلينا ننكر. حاجة تانية الاتضاع، أن معقول أنا الخادم أقول اتضايقت؟ أيوة اتضايقت، أيوة الجرح. معقول أنا كبير أزعل من الصغيرين؟ الأب لابنه مثلا، أو الأب لولادي؟ لا لا أنا مش هيقف كده، لا بس في الواقع أنا اتضايقت. فالاعتراف والإقرار، لا أنا مجروح رغم أن ده شخص يهمني أو أنه حد أصغر مني. وبعدين مش عيب، ما رب المجد بحاله قالوا له ما هذه الجروح في يديك؟ قال جرحت في بيت أحباء. طب يعني أوقات الواحد لما يبقوا أحباء يبقى مستكتر أن يقول أنا مجروح؟ لا لا بالعكس، ده أكتر ناس الجروح بتبقى صعبة منهم الأحباء.